التسامح والتعايش والتفاهم قيم إنسانية مغروسة في أهل عمان ونهج تمضي عليه سياسة البلاد. اليوم حمل العماني على عاتقه تلك الثلاثية في شكل رسالة لتصبح رسالة الإسلام من عمان إلى العالم. انطلق معرض رسالة الإسلام إلى العالم من عمان كفكرة في العام 2008، حيث حط أولى رحاله في جمهورية ألمانيا الاتحادية كمعرض يتعلق بالقرآن الكريم ويدافع عن الإسلام الذي شوهت صورته خلال السنوات الماضية. وسرعان ما تطورت فكرة المعرض ليناسب المجتمعات الأوروبية المتلهفة لمعرفة أعمق بتعاليم الدين الإسلامي. المعرض حقق حقيقة ما كان يصبو إليه، وزاد تلاحما بين الشعبين، شعب السنغال وشعب عمان. التسامح والتعاون والأخاء، هذه طبعا شعار ديننا الإسلام الحنيف. وأعتقد أنها رسالة مهمة جدا، أنها تقدم صورة لدور الإسلام ولتاريخ السلطنة ولحضارة السلطنة. وبسبب حجم الإقبال والتفاعل الجماهيري، تلقى معرض رسالة الإسلام دفعة للمضي قدما في نشر رسالته السمحة، جعلته يصل حتى الآن إلى 37 دولة حول العالم وبواقع 120 محطة. المعيشي للتسامح في السلطنة الذي نقلته الصور واللوحات الفنية والتحف كان أداة لامست زوار المعرض حول العالم وأثارت لديهم حب البحث واكتشاف سماحة الإسلام. أن الأمة اليوم بحاجة إلى هذه الأشياء، خاصة معارض في هذا المستوى الراقي، سواء من جانب الحضور، الضيوف الذين تشرفنا باستضافتهم الإخوة من سلطنة عمان. فأشكر أولاً جلالة سلطان قابوس سلطان عمان وحكومته الرشيدة وشعب العماني الشقيق. لرسالة التسامح ولرسالة التفاهم والتعايش السلمي ليست هناك بديل، فهذا المعرض أكد على هذه الرسالة السامية. إن معرض رسالة الإسلام من عمان للعالم لم يكن مجرد معرض تقليدي، وهو ما دعا منظمة اليونسكو لترشيحه لجائزة السلام الممنوحة من قبلها في العام 2016. منظمة اليونسكو بالطبع دائما تدعو إلى نشر السلام وثقافة السلام، وكما هو معروف في شعارها أن السلام يبدأ في عقول النساء والرجال، وكذلك السلطنة لعبت دوراً كبيراً في نشر ثقافة السلام والتسامح بتوجيهات من صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. وهذه المبادئ التي تقوم عليها السلطنة هي نفس المبادئ الأساسية التي يقوم عليها ديننا الحنيف الإسلامي الذي يعمل على نشر السلام والتعاون ما بين الأمم. رسالة عمان مبنية على إرث خاص حضاري تاريخي له أصول متجذرة، المزيد من الأمثلة ضرورية، وإحنا بالنسبة لنا هذه الدعوة لحوار عبر الحضارات في نهج سلمي واقعي يدعو إلى المزيد من الثراء بالنسبة للحضارات مهم جدا. فمن حي هذه المبادرة نتأمل أن تستمر وأن تبقى عمان سندا لليونسكو في هذا المجال. Thank you.
يحتاج أهل عمان شهادة من أحد، فكفى بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لو أتيت أهل عمان ما سبوك ولا ضربوك، وهي رسالة خالدة وأمانة عظيمة حملت لأهل عمان، وينبغي صونها ونقلها في الداخل وإلى الخارج، لتظل وصية دائمة من خير البرية إلى كل البشرية.